السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السادس الابتدائي ان شاء الله مكملين مع بعض حل امتحانات كتاب المعاصر. معانا شباب النهارده امتحان نمبر 13 بيج 109. نبدأ بسم الله بالسؤال الاول. complete the following. number 1, the crowbar is considered a نقط ليفر while the manual broom considered نقط ليفر. الكروبار يا شباب او العتلة تعتبر من ايه يا ولاد؟ ها, first class liver, رافع النوع الاول, while the manual broom او المكنسة اليدوية يا شباب considered يا ولاد third class liver, رافع النوع الثالث. number 2, the types of lunar eclipse are not and not. انواع يا شباب اللونر اكليبس او خسوف القمر نوعين, partial and total, total lunar eclipse, جزئي وكلي. خسوف القمر يا ولاد نوعين بس, partial و total. number 3, not and not and not are example of material that are electric conductor. electric conductor يا ولاد يعني جيدة التوصيل للكهرباء, زي مين يا شباب؟ زي الايرن الحديد, والكبر النحاس, والالومنيوم. number 4, the types of liver that always conserve effort. النوع يا شباب الرافع اللي دائما save effort او conserve effort, طبعا مين يا شباب اللي بيوفر الجهد دائما؟ السكند يا ولاد, السكند class liver. while the type of livers that always doesn't conserve effort, يعني دائما لا توفر الجهد, مين يا شباب؟ الثيرد يا ولاد, الثيرد class livers, رافع النوع الثالث. number 5, not and not are two ways of connecting lamps in the electric circuit. يبقى الطريقتين يا ولاد اللي بيوصل بيهم اللمبات في الدوائر الكهربيه نوعين, series و parallel, توصيل على التوالي والتوازي. number 6, بيقول لي the light bulb consists of. اللايت بالب يا شباب اللي هو المصباح الكهربي بيتكون من ايه يا شباب؟ طبعا يا شباب بيتكون من ثلاث حاجات, ايه هما؟ بيتكون من الفيلمنت, الفتيلة, والجلاس بالب الانتفاخ الزجاجي, والبيز اوف لايت بالب, بيز اوف ايه ولاد؟ اوف لايت بالب. بيتين يا شباب قولوا اللايت بالب consists of يا ولاد فيلمنت, جلاس بالب, بيز اوف لايت بالب, الفتيلة, والانتفاخ الزجاجي, وقاعدة المصباح. number 7, the liver doesn't save effort when not arm shorter than not arm. يبقى ولاد الليفر لا توفر الجهد لما يكون ايه ولاد؟ الforce arm shorter than resistance arm, لما يكون ذراع القوة أقصر من ذراع المقاومة. 8, plants do not process to make their food. النباتات بتعمل عملية ايه ولاد؟ البناء الضوئي, photosynthesis process, to make their own food, عشان تعمل طعمها. بيقول لي correct. number 1, in the third class liver the force are maybe, اول ما اشوف يا شباب maybe او sometimes على طول يبقى first يا ولاد, first, يبقى هنا يا ولاد اقول له ايه؟ first class liver, يبقى رافع النوع الايه يا ولاد؟ الاول. يبقى تاني يا شباب, يبقى in first class liver force are maybe equal to, يبقى قلنا اول ما نشوف maybe او sometimes يبقى ده يا ولاد first class liver. number 2, to observe lunar eclipse you need special glasses. عشان نلاحظ او نشوف اللونر اكليبس محتاجين نظارات خاصه؟ لا طبعا, محتاجين ايه يا ولاد؟ to observe solar eclipse, solar eclipse اللي هو كسوف الشمس. 3, we put off electric fire by water, يعني احنا بنطفي الحرائق الكهربيه ايه يا ولاد؟ طبعا الووتر ما ينفعش لان الووتر جود كوندكتور اوف الكتريستي, لكن عندي في المنهج بنطفيها بايه يا ولاد؟ بالساند, بالرمل. 4, the fluorescent lamp contain inert gas as neon. يبقى الفلورسنت لامب يا ولاد بتحتوي على غاز خامل اسمه الارجون. 5, the fishing hook, الصنارة يا ولاد اللي بنصطاد بيها السمك, is an example of first class liver. لا طبعا, third class liver, لان يا ولاد عندها ايه؟ الافورت فورس between fulcrum and resistance. 6, the lunar eclipse occurs 5 times per year. يبقى اللونر اكليبس يا ولاد اللي هو خسوف القمر بيحصل طبعا مش 5 times, بيحصل يا ولاد 2 times, مرتين في السنة. 7, touching spark, touching the spark يعني بنلمس يا ولاد spark يعني شرارة, that result from electric fire cause electric shock.
يبقى السبارك يا ولاد بتسبب، مش الكتريك شوك، هتعمل لي الكتريك يا ولاد بيرن، الكتريك يا ولاد بيرن، حروق كهربيه. 8 when the effort to force 20 نيوتن with resistance 8 نيوتن، يعطيني يا شباب الفورس والريزيستنس، and the effort to force arm، معطيه الفورس arm يا شباب بي 4، عايز ايه يا ولاد؟ الريزيستنس arm. يبقى دي كانها مساله عاديه يا شباب، هنكتب اللو اوف ليفر او قانون الرافع ونعوض فيه ونحلها عادي. يبقى هنا يا شباب عندي الفورس باي فورس arm equal resistance باي ريزيستنس arm. الفورس عندي يا ولاد بكام؟ 20 باي الفورس arm هنا بكام يا شباب؟ 4، ننزل equal الريزيستنس هتعاني ب 8، وعايز مين يا شباب؟ الريزيستنس ار. يبقى هنا يا شباب اقول له الريزيستنس ار ايكوال 20 باي 4 ديفايدد 8 بالكالكوليتر، هيديني هيعطيني يا شباب 10 سنتيمتر. يبقى لا ده نشيل 100 ونكتب مكانها 10 سنتيمتر. السؤال اللي بعده بوت ترو اور فولس. نمبر 1 ذا سبايرال بيز هاز تو بيسز اوف ليد. السبايرال ليد السبايرال بيز او القاعده الحلزونيه اللي هي عامله بالشكل ده يا اولاد، طبعا عندها يا اولاد مش تو بيسز، عندها يا اولاد 1 بيس اوف ليد. يبقى اشيل كلمه تو وطبعا واقول لي يا اولاد هنا خطا، المفروض ايه يا اولاد؟ 1 بيس اوف ليد، لكن التو سايد نيلز بيز اللي هي القاعده المسماريه هي اللي عندها يا اولاد تو سايد تو ايه يا اولاد؟ تو بيسز اوف ليد، عندها قطعتين من الرصاص. نمبر 2 It's safe to observe a solar eclipse with naked eye directly. يعني هل من الآمن يا ولاد، من آمن إن احنا نشوف السولار إكليبس بالنيكد آي بعينينا المجردة من غير نظارات؟ خطأ طبعا، يبقى المفروض It's not safe، ليس آمنا. أو ممكن يا ولاد نقول بدل solar eclipse lunar eclipse. Number 3 The effort arm is measured in centimeter or meter. طالما arm يا ولاد فعلا الإفورت arm يعني ذراع القوة، بنقيسه بإيه يا ولاد؟ بالسنتيمتر أو بالمتر. إجابة true. 4 on connecting the light bulb in series، عند توصيل يا ولاد اللمبات على التوالي، the lighting of light bulb decrease by increasing the number of bulbs. يبقى التوصيل على السيريس يا شباب اللي هي بوان روت بطريق واحد بالشكل ده، كل ما نزود عدد اللمبات كل ما يا ولاد light The lighting of the bulbs decrease، فعلا شدة الإضاءة يا ولاد هتقل بزيادة عدد مين؟ اللمبات. إجابة true. Number 5 Touching a naked wire that has electric current passing through it cause electric fire. يعني يا ولاد لما نلمس سلك عريان بيكون في تيار كهربي يعمل لي electric fire؟ لا طبعا. إجابة false، المفروض طبعا هيعمل لي electric يا ولاد electric shock، صدمة كهربية. السؤال اللي بعده شباب بيقول لي bottle opener، بوتل اوبنر اللي هي فتحت الايه يا ولاد الحاجه الساعه والازايز، كايند اوف ليفر ذات بيك اب فيري سمول اوبجكت، يعني هي بتلتقط الاشياء الصغيره. طبعا خطا، المفروض بدل بوتل اوبنر اقول لي يا ولاد ايه؟ تويزرز. تويزرز يعني الملقط. السؤال اللي بعده شباب واللي وات هابن. نمبر 1 بوث اوف فورس ارم اند ريزيستنس ارم ايكوال 10 متر. يبقى لما يكون يا شباب الفورس ارم ايكوال ريزيستنس ارم، في الحاله ديت الفورس او الايفورت تو فورس ايكوال ايه ولاد؟ ايكوال ريزيستنس، اند ذا ليفر دازنت سيف ايه ولاد؟ دازنت سيف ايفورت، يعني لا توفر الجهد. اقول له شباب ذا ايفورت تو فورس از ايكوال تو ريزيستنس فورس، يبقى ولاد القوه بتساوي المقاومه، اند ذا ليفر دازنت سيف ايفورت، والليفر يا ولاد دازنت سيف ايفورت، لا توفر الجهد. نمبر 2 A part of your body touch an electric iron that is connected to electricity. يبقى يا شباب جزء من الجسمين يا شباب لمس الكتريك اولاد ايرون، يعني مكوى كهربيه ذات كونكتد تو الكتريستي متوصله بالكهرباء. هقول له شباب ات ويل كوز الكتريك بيرن، هيسبب يا اولاد؟ هيسبب حروق كهربيه. يبقى لما بارت اوف يور بادي تاتش الكتريك ايرون، يعني جزء من الجسم يا اولاد يلمس المكوى الكهربيه، هيعمل يا اولاد الكتريك بيرنس، يعني هيسبب حروق كهربيه. نمبر 3 The moon comes between the sun and the earth on one straight line. القمر يا ولاد جه بين الشمس والأرض على خط مستقيم، طبعا هيعمل لي يا ولاد solar eclipse. قال له شباب the solar eclipse occurs، يبقى solar eclipse يا شباب اللي هو كسوف الشمس هيحدث. Number 4 There is no smoothest feature in plant.
اسموزيس فيتشر او الخاصيه الاسموزيه يا شباب هي المسؤوله عن نقل يا اولاد الووتر من السويل تو روت هير، نقل الماء من التربه الى يا اولاد الى الشعيرات الجذريه. فبالتالي بيقول لي هنا there is no osmosis feature in the plant، فبالتالي يا اولاد الووتر can't transfer from soil to root hair وبالتالي البلانت will die. هلا يا شباب water can transfer from soil to root hair so the plant will die. يبقى الووتر يا ولاد او الماء ها لن يستطيع ان هو يا ولاد ينتقل من السويل من التربه to root hair so the plant will die. السؤال اللي بعده يا شباب write the labels the answer. Number one مين number one يا شباب؟ طبعا ده مين يا شباب؟ ده light bulb مصباح كهربي light bulb. Number two السؤال اللي بعده شباب واللي رايت ذا ليبلز ذن انسر نمبر 1 نمبر 1 هنا يا شباب البتري نمبر 2 عندي اولاد الالكتريك بالب المصباح الكهربي نمبر 3 اللي هي اولاد المفتاح او السويتش نمبر 4 الكتريك واير سلك كهربي. نمبر 2 شباب بيقول لي ذا بارت نمبر 3 البارت نمبر 3 يا ولاد اللي هو السويتش بيقول لي ها شود بي نوت ان اوردر تو ذا لايت بالب جلو يبقى لازم يكون يا ولاد يا ترى كلوزد ولا اوبند يعني لازم يكون مقفول ولا مفتوح عشان اللمبات تنور يبقى لازم يكون يا ولاد كلوزد لازم يكون يا ولاد مغلق عشان يا ولاد اللمبه تنور. نمبر 3 if we insert a piece of food in this circuit it will be a knot ها بيقول لي يا ولاد لو احنا جبنا قطعه خشب وحطيناها يا ولاد في ودخلناها في الدائره الكهربيه دي طبعا احنا عارفين ان الوود باد كوندكتور اوف الكتريستي فبالتالي ات ويل بي يا ولاد اوبند يعني الدائره هتكون يا ولاد مفتوحه لان الالكتريك كارنت مش هيمشي في الدائره. السؤال اللي بعده شباب رايت ساينتفك تيرم نمبر 1 ذا فينت اوتر شادو اريا يبقى هنا شباب بيقول لي ذا فينت اوتر شادو او منطقه الظل يا ولاد او منطقه شبه الظل الفينت يا ولاد يعني الظل بيكون ضعيف ظل يا ولاد فينت يعني الظل بيكون باهت تمام يا مين يا شباب البين امبرا بين امبرا او السيمي شادو او منطقه شبه الظل. نمبر 2 ذا فيكسد بوينت يبقى قلنا يا شباب اول ما نشوف فيكسد بوينت ها ده مين يا شباب الفولكرم يبقى fixed point of rigid bar on which the bar rotate يبقى مين يا شباب على طول الفولكرم الفولكرم او نقطة الارتكاز. number 3 effort force by its arm equal resistance by its arm ده مين يا شباب law of levers قانون الروافع. number 4 the metal that is used in making a filament of fluorescent lamp يبقى يا ولاد الميتال او المعدن اللي بيصنع الفيلمنت مين يا شباب التنجستين تنجستين فيلمنت ليه يا شباب because it has high melting point لان عنده درجة انصهار عالية. السؤال اللي بعده بيقول لي the type of lunar eclipse which occur أو in which the whole moon enter umbra يبقى الهول مون يا شباب القمر كله موجود فيه يا ولاد في منطقة الظل أو في الأمبرا بيحصل يا ولاد التوتال لونر إكليبس خسوف كلي للقمر. السؤال اللي بعده يا شباب بيقول لي the type of lever that its mid point is يا ولاد effort force يعني يا ولاد نوع من الروافع mid point اللي في النص يا شباب الإفورت فورس يعني الإف يا ولاد between the resistance والفولكرم يبقى مين اللي عنده الإفورت فورس في النص يا شباب ده الثيرد يا ولاد إيه الثيرد كلاس ليفرز روافع النوع الثالث. السؤال اللي بعده شباب بيقول لي give reason number 1 the light bulbs are connected in parallel in house يبقى بنوصل يا ولاد اللمبات في البيت على ايه يا ولاد على البارل او على التوازي اقول له يا ولاد تو ايه تو افويد تيرنينج اوف اذر لامبس او تيرنينج اوف اول لامبس اف وان لامب دامج اور تيرن اوف اقول له يا شباب تو افويد تيرنينج اوف اول لامبس اف وان لامب از دامج اور تيرند اوف تو افويد تيرنينج اوف اور لامبس اف وان لامب از دامج اور تيرند اوف لكي اتجنب اطفاء يا ولاد كل اللمبات لو لمبه يا ولاد اتحرقت او انطفت. نمبر 2
The nail clipper save effort. النيل كليبر يا شباب تبع مين يا شباب؟ تبع الفيرست كلاس ليفر، وعلى الرغم من ذلك save effort بيوفر الجهد. يبقى ليه يا ولاد هو save effort؟ اقول له because يا ولاد الفورس ارم از لونجر ذان ريزيستنس ارم. اقول له يا شباب because force arm is longer than resistance arm. يبقى ليه يا ولاد النيل كليبر او قصافه الاظافر يا ولاد بتوفر الجهد؟ because force arm is longer than resistance arm. السؤال اللي بعده بيقول لي give example for number one. First class liver that save effort. عايز يا ولاد first class liver بتوفر الجهد. اشهر حاجة عندي يا شباب الكرو بار العتلة. Number two, an increasing speed liver. Liver يا ولاد بتزود السرعة. مين يا شباب؟ الهوكي ايه؟ ها الهوكي بات. مضرب يا ولاد مضرب الهوكي. Number three, type of material that covers the inner surface of fluorescent lamp. نوع من المواد يا شباب بيغطي السطح الداخلي للفلورسنت لامب للمبة الفلورسنت. مين يا شباب؟ الفوسفوريك ماتيريالز المادة الفوسفورية. فوسفوريك ماتيريال. نمبر 4 precautions that don't show that you should follow on dealing with electricity. يعني احد الاحتياطات اللي احنا يجب ان نتبعها اثناء التعامل مع الكهرباء يا شباب. ممكن اقول له يا ولاد don't play with electric connection. قول له شباب don't play with electric connections يعني لا نلعب بالوصلات يا ولاد الوصلات الكهربيه. سؤال بقى شباب choose the correct answer. Number 1 during the start of total lunar eclipse. في بدايه يا ولاد total lunar eclipse the moon color tend to be red. لون القمر بيكون ايه يا ولاد؟ لونه red. Number 2 increasing the temperature of the electric machine cause ايه يا ولاد؟ زياده درجه حراره الاجهزه الكهربيه ممكن يعمل لي electric يا ولاد electric fire حرائق كهربيه. Number 3 which of the following gases is found in fluorescent lamp but not found in light bulb. ايه اللي موجود يا ولاد في الحاجات دي في الفلورسنت لامب اللمبه الفلورسنت تمام ومش موجود يا ولاد فين في اللايت بالب؟ طبعا الميركوري فيبر او بخار الذئبه. 4 the not of the eye is affected by harmful rays of the sun during the solar eclipse. ايه الجزء في العين يا ولاد اللي بيتضر من الاشعه الضاره؟ طبعا الشبكيه اسمها يا ولاد the retina of eye. 5 all the following are from second class liver except. كل دول يا شباب second class liver ما عدا مين يا شباب؟ ال will bar يا شباب second class liver. will not cracker second لكن ال water pump first. قول يا شباب السؤال اللي بعده plugging plugging many machine to one socket may cause not. يعني توصيل اكتر من آلة لنفس ولاد السوكت القابس بيعمل ايه يا ولاد؟ بيعمل لي الكتريك اوفرلود يعني زياده تحميل كهربي وكمان بيعمل لي الكتريك فايرز حرائق كهربيه. الاجابه بوث اي اند بي. السؤال اللي بعد شباب بروبلم مساله كل شباب ذا اكزيرتد فورس اون ثيرد كلاس ليفر ايكوال ايه يا ولاد؟ 500 نيوتن. يبقى اعطيني يا شباب الفورس 500 اند ذا لينث اوف اتس ارم واعطيني يا شباب فورس ارم 20 سنتيمتر and is affected by resistance with value 200 نيوتن. واعطيني كمان الريزيستنس عايز مين يا شباب؟ الفاليو اوف ارم اوف ريزيستنس او ايه ولاد الريزيستنس ارم. then mention if the liver save effort or no and give reason for your answer. طب وبعد كده يا ولاد قول لي هل الليفر دي بتوفر الجهد ولا لا؟ وجيف ريزون واذكر السبب. طبعا يا ولاد من قبل ما نحل المساله خالص لو جينا نبص في اول سؤال بيقول لي ايه؟ ها exerted force in third class liver. third يا ولاد third class liver يعني رافع النوع يا ولاد النوع الثالث. وانا عارف يا ولاد third class liver كلها always doesn't save effort يعني كلها لا توفر الجهد. ليه؟ لان force arm يا شباب shorter than resistance arm. دائما يا ولاد force arm بيكون shorter than resistance arm. طيب نبدا نحل المساله يا شباب. اول خطوه هنكتب القانون. يبقى هنا يا شباب عندي force by its arm equal resistance by its arm. الفرصة عندي شباب 500 و its arm 20 by 20 سنتيمتر equal ايه يا ولاد؟ اعطيه resistance 200 by resistance يا ولاد او its arm. يبقى هنا يا شباب عايز ايه يا ولاد؟ resistance arm equal ايه يا ولاد؟ 500 by 20 divided 200. هنا يا ولاد 20 هيروحوا مع 20 ال 2 هتروح مع ال 2 يتفضل عندي يا ولاد 50 سنتيمتر. يبقى هنا يا شباب الفورس ارم كان بكام يا شباب؟ 20 سنتيمتر والريزيستنس ارم بكام يا ولاد؟ 50 سنتيمتر. اذا دلوقتي يا شباب ايه اللي عندي؟ اهو يبقى طبعا الليفر ايه يا ولاد؟ doesn't save effort. ليه يا شباب؟ بقول له يا ولاد doesn't save effort لان الفورس ارم ها
smaller than أو shorter than إيه ولاد؟ الـ resistance arm. يبقى تاني شباب هقول له the lever doesn't save effort because force arm shorter than resistance arm. قل له شباب the lever doesn't save effort. The lever doesn't save effort ليه ولاد؟ بقول ليه؟ قل له because force arm shorter than resistance arm. Because force arm shorter than resistance arm. السؤال اللي بعده choose ولاد from column A to column B. أول حاجة number one بيقول the inventor of light bulb مخترع يا ولاد المصباح الكهربي مين يا شباب؟ توماس إديسون. يبقى هنا number one بـ D. Number two the main source of light المصدر الأساسي للضوء على سطح الأرض طبعا أكيد مين يا شباب؟ sun. Three used to pick up very small objects يستخدم يا ولاد لالتقاط الأجسام الصغيرة جدا مين يا شباب؟ tweezers الملقط B. Four lasts for more than 2 hours بيستمر يا ولاد لأكثر من ساعتين ذا اللونر إيه يا ولاد؟ اللونر إكليبس. يبقى هنا C. السؤال الأخير يا شباب look at the opposite figure the answer number one what is the name of this phenomenon اسم الظاهرة دي يا شباب شوف مني في النص اللي في النص هنا مين يا شباب ده؟ ده الـ Earth يبقى ده مين على طول؟ لونر إكليبس. طبعا هي يا شباب لونر إكليبس لو بصينا على الإيه يا ولاد؟ المون ها الهول مون او القمر كله موجود فين يا شباب موجود في الامبرا يبقى لازم اقول له يا ولاد توتال لونر اكليبس. نمبر 2 يا شباب بيقول لي نمبر 1 ريبريزنتس نوت اريا فين نمبر 1 يا شباب ايوه نمبر 1 طبعا الجزء المظلم ده الدارك يبقى مين امبرا امبرا اريا. نمبر 2 الجزء يا ولاد الاوتر فين شادو يبقى اكيد البنمبرا. السؤال الاخير يا شباب What happen if a part of moon enter area 2 ايه لو اللي هيحصل يا ولاد لو جزء من القمر موجود في الاريا 2 طبعا هيحصل يا ولاد partial solar eclipse اقول له يا ولاد partial عفوا lunar eclipse يبقى هيحصل يا ولاد partial lunar eclipse occurs هيحدث partial lunar eclipse.